بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، نرحب بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية لمستوى السنة الثانية ثانوي إعدادي. عنوان درسنا لهذا اليوم لمدخل الاستجابة: الصيام القضاء والكفارة وصيام التطوع. إذا قبل أن نشرع أعزائي في هذا الدرس، لا بد من التذكير بالمكتسبات السابقة من الدرس الماضي. إذا من يذكر بالدرس الماضي؟ تعرفنا في الحصة الماضية على درس نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، الطائف والإسراء والمعراج. إذا الرسول يناجي ربه، من يعرف بالمناجاة؟ من يحدد لنا مفهوم المناجاة استراحة؟ نعم، المناجاة مناداة الله سبحانه وتعالى بكلام في السر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وتكون بالخضوع وبالتذلل بهدف كشف الضر وبطلب حاجة من بقضاء حاجة من الحوائج. نعم، إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ناجى ربه في كثير من المواقف. من يذكرنا بهذه المواقف التي ناجى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ نعم، بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا مهموما، بعدما لقي ما لقي من أهل الطائف من الضرب بالحجارة، من صد دعوته صلى الله عليه وسلم، من التنكيل به عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى الله عز وجل بالمناجاة بهدف التخفيف. نعم، ثم ناجى ربه عز وجل في موضع آخر من المواضع. أين ناجى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ناجى ربه في رحلة المعراج، طلب من ربي عز وجل أن يخفف من عدد الصلوات المفروضة، فاستجاب له الله سبحانه وتعالى، فكان في البداية 50 صلاة، ثم بقي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف، ثم أصبحت 5 صلوات في العدد، لكن في الأجر والثواب 50 صلاة. إذا من آداب المناجاة، ما هي آداب المناجاة؟ هناك مجموعة من آداب يجب أن يتحدث بها المناجي الذي يناجي ربه عز وجل. نعم، الثناء على الله سبحانه وتعالى، الإلحاح في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح. نعم، ختم المناجاة بماذا؟ بالثناء على الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أذن عن بمعجزة المعراج. المعراج، نعم، المعراج هو الرحلة، هي الرحلة السماوية التي أكرم بها الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جاءت معجزة المعراج، حيث عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، حيث سدرة المنتهى، حيث اطلعه الله سبحانه وتعالى على مجموعة من الآيات الإلهية الكبرى التي رأها في هذه الرحلة العظيمة، منها رؤيته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة ولأهل النار، كما التقى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والرسل. والحكمة من هذه المعجزة هي تسلية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوية له، وإعدادا للمسلمين الذين كان يعدهم الله سبحانه وتعالى للهجرة إلى المدينة المنورة. إذن من أهداف نفسنا لهذا اليوم أن نتعرف على الصيام. تعرفنا في الحصة السابقة من مدخل الاستجابة في النصف الأول من الأسدس على الصيام أنواعه وفضائله، فاليوم سنتعرف على الصيام القضاء والكفارة وصيام التطوع. إذن أهداف الدرس أن نتعرف على مفهومي القضاء والكفارة، ثم أن نستوعب أحكام القضاء وأحكام الكفارة، متى تجب القضاء ومتى يجب القضاء ومتى تجب الكفارة، ثم أن نميز بين أنواع الصيام. هناك الصيام المفروض الواجب، وهناك صيام التطوع. إذن بعد سننطلق من نص الرعية، كما ألفنا أن في بداية كل درس. إذا نص الرعية: مرض إبراهيم مرضا لا يستطيع معه تحمل الصوم، وأبى امتنع أن يفطر
خوفا من كفارة رمضان، وعندما زار الطبيب عزله على عدم استفادته من رخصة الإفطار، لكن إبراهيم أصر على الصيام تحرجا من الناس. إذن من يقرأ الوضعية؟ لأن عن بعد قراءتنا لنص الوضعية سنقوم بتحديد المواقف. إذا إبراهيم مريض لا يستطيع أن يتحمل الصيام، لا يستطيع أن يصوم لأنه مريض. إذا إبراهيم أفطر إبراهيم؟ لا، لم يفطر إبراهيم، أبى أن يفطر. إذا الموقف الأول أن إبراهيم أصر على أن يصوم وهو مريض. خوفا من ماذا؟ تخوف إبراهيم من ماذا؟ إبراهيم يخاف من كفارة، يقول أنا إذا أفطرت سأقوم بكفارة رمضان. عندما زار الطبيب عاتبه على عدم استفادته من رخصة الإفطار، قال له الطبيب لماذا لم تستفد من رخصة الإفطار؟ لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر، المريض رخص له أن يفطر، لكن إبراهيم رغم نصيحة الطبيب أصر على الصيام. لماذا؟ هو تحرج من الناس، خوفا من أن يقول الناس بأن إبراهيم يفطر في رمضان. إذا هذه الإشكالية التي تطرحها أو التي تعالجها الوضعية، هنا إشكالية في هذه الوضعية تتعلق بسلوك إبراهيم وهو مريض. إذا إشكالية الوضعية هنا إبراهيم أصر على ماذا؟ أصر على الصيام وهو مريض. إذا إبراهيم أباء أن يفطر. إذا إصرار إبراهيم على الصيام وهو مريض. إذا إشكالية الوضعية صيامه إبراهيم وهو مريض، صيام إبراهيم وهو مريض، أو إصرار إبراهيم على الصيام وهو مريض، هذه هي الإشكالية. سنستخرج بعض الفرضيات انطلاقا من هذه الوضعية، ستستخرجون بعض الفرضيات. إذن ماذا تقترحون انطلاقا من هذه الوضعية؟ إذن أم إبراهيم لا يستطيع تحمل مريض رمضان، لا يستطيع أن تحمل الصوم. إذن إبراهيم إصرار إبراهيم على ماذا؟ على عدم الإفطار في رمضان. أو إصرار إبراهيم على صيام وهو مريض. إصرار إبراهيم على الصوم وهو مريض. ماذا تقترحون أيضا؟ سنضيف فرضية أو فرضيتان. الصوم في حالة المرض، هل يجب أن نصوم في حالة المرض؟ أن نفطر. إذن الصوم في حالة الصوم في حالة المرض، الصوم في حالة المرض. هنا إبراهيم أصر على الصيام تحرجا من الناس ولم يفطر. إذن الإفطار في حالة المرض، وجوب الإفطار في حالة المرض. إذن من الفرضيات إصرار إبراهيم على الصوم وهو مريض، الصوم في حالة المرض، لا يكون في الصوم في حالة المرض، وجوب الإفطار في حالة المرض. إذن سنقوم بتلخيص هذه الفرضية بتصحيحها عندما سنتعرف على مفهوم القضاء والكفارة. ماذا نعني بالقضاء؟ متى يكون القضاء؟ متى تكون الكفارة؟ إذن النص الانطلاق يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، إن
صدق الله العظيم. إذن نص من سورة البقرة آية 183 يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن المرض والسفر فعدة من أيام أخرى. ماذا تبين الآية الكريمة في هذه ماذا يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الآية الكريمة تبين الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان، ومن بين هذه الأعذار المرض كما رأينا في نص الوضعية والسفر. إذن فمن كان عدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين. إذا سألكم بشرح بعض المفردات هنا، فعدة من أيام أخرى ما معنى عدة؟ بمعنى قضاء ما أفطره المسلم في رمضان بعد انقضاء شهر رمضان. هناك أيام بعد انقضاء شهر رمضان، هذا هو المقصود فعدة من أيام أخرى. ثم يطيقونه بمعنى لا يقدرون على صيام رمضان أو يصومون رمضان بمشقة كبيرة جدا، وعلى أن يطيقونه فدية طعام مساكين. إذا تبيان الآية الكريمة للأعذار الشرعية التي تبيح الإفطار في رمضان وكيفية القضاء. إذا الآية تبين الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان وكيفية القضاء. وعلى الذين يطيقون فدية طعام المساكين. إذا سنتعرف على مفهوم القضاء والكفارة. ماذا تعرفون عن القضاء عندما نقول القضاء؟ القضاء يكون حتى في الصلاة، لا يكون فقط في رمضان. إذا عندما نقول القضاء بمعنى أداء العبادة التي لم تؤدى في وقتها لعذر من الأعذار. فالعبادة لا يجب علينا أن نؤخر العبادة، مثل الصلاة مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. في شهر رمضان أيام معدودات، المقصود هي شهر رمضان. إذا العبادة أداء القضاء هو أداء العبادة التي لم تؤدى في وقتها، لكن في الصيام هو صيام الأيام التي أفطرها. القضاء هو صيام الأيام التي أفطرها المسلم لعذر شرعي بعد انقضاء رمضان. المسلم يفطر لعذر شرعي، وهذا العذر كما تبين من نص القرآن الذي قرأناه: إما المرض أو السفر أو غير ذلك من الأعذار الأخرى بعد انقضاء رمضان. إذا يكون القضاء بعد انقضاء شهر رمضان كما يقول الحق سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخرى. ولا يشترط فيها التتابع، بمعنى لا يجب مثلا الإنسان المسلم إذا مرض في شهر رمضان فأفطر يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، وعندما ينقضي شهر رمضان ويكون يسترجع صحته فيقوم بصيام هذه الأيام بقضائها. لا يشترط فيها التتابع، يمكن أن يصوم يوما أو يفطر يوم بشرط أن يقضي ما أفطره في رمضان. إذا القضاء لا يجب على من أفطر لعذر كالمريض والمسافر والحائض والنفساء وغير ذلك. وهناك ثلاثة أقسام: هناك قسم يجب عليه القضاء فقط، وهم المسافر والمريض. مرضا يرجى شفاؤه، إذا أفطر المسافر في رمضان يقضي ما أفطره في رمضان، وكذلك المريض مرضا يرجى شفاؤه بعد أن يشفى من مرضه، وكذلك الحامل والمرضع إذا خفت على نفس الهمام أو على الجنين من الهلك فتفطر. إذا وكذلك يجب على من أكل أو شرب مخطئا في رمضان. وهناك قسم آخر لا يجب عليه القضاء وعليه الفدية، ما هو الشيخ الهرم الذي لا يقوى على الصوم، هذا يجب عليه الفدية. وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، هذا لا يستطيع أن يقضي رمضان لحالته المرضية المزمنة، فهذا القسم يجب عليه أن يقوم بالفدية وهو إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. ثم هناك قسم يجب عليه القضاء والفدية معا، وهما الحامل والمرضع إذا خافت على الولد. هناك من ذهب إلى القول بأن الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم
وأن تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته. إذن هذا ما يتعلق بالقضاء. القضاء هو قضاء صيام الأيام التي أفطرها المسلم لعذر شرعي من الأعراض التي تطرقنا إليها. ثم تأتي الكفارة. عندما نقول الكفارة، الكفارة في اللغة من الكفر، بمعنى كفر بمعنى سطر. الكفارة فهي تستر الذنب وتغطيه، الكفارة تستر الذنب وتغطيه، سميت كذلك لأنها تكفر عن الذنب أي تغطيه وتستره. أما اصطلاحا هي عبادة زجرية يكفر بها المسلم عن ذنبه. ومتى تكون الكفارة؟ ماذا تعرفون عن الكفارة؟ متى تجد الكفارة على الإنسان؟ تكون الكفارة أو تجب الكفارة على من تعمد الإفطار في شهر رمضان. إذن الكفارة لمن انتهك حرمة رمضان. الإنسان يفطر في رمضان عمدا يتجرأ على حرمة رمضان فيقوم بالإفطار، إذن فتجب عليه الكفارة. وكذلك الكفارة تكون بأمور ثلاثة، إما تجب على من تعمد الأكل والشرب، وكذلك لمن تعمد الجماع في نهار رمضان، وتجب كذلك على الغاء أن يتصوم. الغاء أن يتصوم تجب الكفارة. إذا كيف تكون الكفارة؟ كيف يكفر من أفطر عمدا في رمضان؟ نحن رأينا في نص الآية أن إبراهيم خاف من الكفارة. ربما إبراهيم ماذا يعرف في نص الآية؟ يعرف فقط أن الكفارة هي عبادة زجرية أغفل عن القضاء. إذا سنفترض هنا إلى الكفارة. إذا الكفارة تكون بأمور ثلاثة بعتق رقبة مؤمنة. إذا الكفارة تكون لمن تجرأ على أن يفطر في رمضان تجب عليه الكفارة، وتكون بأمور ثلاثة: عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. فالآن عتق رقبة مؤمنة، الحمد لله الإسلام أعتق الرقاب. إذا يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا حتى يكفر عن هذا الذنب. إذا الكفارة هي عبادة زجرية شرعت لمن تعمد انتهاك حرمة الصيام بتناول المفطرات كما قلنا أو بالجماع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه الإمام مالك في الموطأ. إذن هذا هو الدليل من على وجوب كفارة رمضان بعتق الرقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. إذن في نص الآية إبراهيم هنا خاف من الإفطار في رمضان، خاف من الكفارة. إذن ما الواجب على إبراهيم انطلاقا من الرؤية التي انطلق منها؟ هل إبراهيم تجب عليه الكفارة إذا أفطر في رمضان لمرضه؟ ما رأيكم؟ يجب عليه الكفارة أم يجب عليه القضاء؟ إذا إبراهيم يجب عليه القضاء فقط، فهو مريض في هذه الرؤية. إذا يجب على إبراهيم أن يقوم بالقضاء أو سيفطر لعذر شرعي. إذا سنوجه إبراهيم وسنقوم بتصحيح خوف هذا الخطأ، أو خاف من الكفارة، فيجب عليه أن يقضي فقط إبراهيم، أن يقضي أن يفطر في ذلك اليوم الذي أفطره في رمضان بسبب المرض، ثم يقوم بقضاء ذلك اليوم بعد قضاء رمضان مصداقا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الكفارة فلا تجب على إبراهيم، لأن إبراهيم ربما يعرف فقط أن من أفطر في رمضان سيصوم شهرين متتابعين، ربما فخاف من هذا من هذه العقوبة الزجرية أو من هذه العبادة الزجرية، فقرر أن يصوم وهو في حالة المرض. إذا بعدما تعرفنا على القضاء والكفارة سننتقل إلى الحكمة من القضاء والكفارة. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الحكمة من القضاء والكفارة؟ شرع الله سبحانه وتعالى قضاء رمضان تخفيفا ورحمة عن ذوي الأعراض الشرعية. أن الله سبحانه وتعالى يخفف بالقضاء رمضان، شرع الله سبحانه وتعالى شرع القضاء تخفيفا عن ذوي الأعراض الشرعية، لأن الإنسان ربما تعتريه بعض الحالات في رمضان من مرض أو سفر أو نحو ذلك،
فالله سبحانه وتعالى رحمة بهؤلاء الذين تعتريهم بعض الحالات المرضية أو بعض الأعراض الشرعية مثلا، فشرع عز وجل القضاء رحمة وتخفيفا بهم وأوجب الكفارة زجرا عقابا لهم لمنتهكي حرمة رمضان. فرمضان شهر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو شهر عظيم يتقرب فيه الإنسان. نحن على أبواب شهر رمضان، أشهد الله سبحانه وتعالى أسأل أن يعينه علينا باليمن وبالإيمان وبالسلامة وبرفع الوباء الذي ألم بنا في هذه الآونة الأخيرة، وأن يشفي المرضى وأن يرحم موتى المسلمين والمسلمات. فأوجب الله سبحانه وتعالى كفارة رمضان لمن تجرأ على حرمة هذا الشهر العظيم، ولمن تجرأ على هذا الحد لحدود الله سبحانه وتعالى ونحو لإثم المعصية عنه. فالإنسان الذي يتجرأ على أن يفطر مثلا في رمضان عمدا فقط أن يستشعر أن يصوم شهرين متتابعين مع قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، ف سيجتنب الإفطار في رمضان وسيبتعد عن كل المفطرات عمدا مخافة حماية لحدود الشرع شرع الله سبحانه وتعالى وحماية لمحارم الله سبحانه وتعالى. إذا سنتطرق الآن إلى صيام التطوع بعدما تعرفنا على القضاء والكفارة، سنتعرف على صيام التطوع. إذا قبل أن نتطرق إلى صيام التطوع، ماذا نعني بالقضاء؟ من يعرفنا القضاء؟ القضاء نعم هو صيام الأيام التي أفطرها الصائم لعذر شرعي بعد قضاء رمضان. جيد جدا. إذا القضاء صيام الأيام التي أفطرها المسلم بعد قضاء رمضان، التي أفطرها لعذر شرعي بعد قضاء رمضان. وماذا نعني بالكفارة عندما نقول كفارة؟ من يعرف الكفارة؟ من يعرفنا بالكفارة؟ نعم، الكفارة هي عبادة زجرية لمن انتهك حرمة رمضان بإما أن يفطر عمدا في رمضان أو بالجماع أو حتى بإلغاء نية الصوم، لأن النية كما رأينا في درس الصيام أنها ركن من أركان الصيام، ركن أساسي من أركان الصيام. إذا سننتقل إلى صيام التطوع أنواعه وفضله. إذا الله سبحانه وتعالى فرض علينا شهر صيام رمضان وهو واجب، رمضان واجب على كل مسلم بالغ مكلف فهو واجب، لكن هناك أنواع أخرى من الصيام يسمى بصيام التطوع. ماذا نعني بصيام التطوع؟ هو الصيام الذي يؤديه المسلم نافلة. عندما نقول نافلة بمعنى زيارة وليس واجبا عليه. وأنواعه كثيرة جدا، منها صوم ستة أيام من شوال، من شهر شوال الذي يأتي بعد شهر رمضان، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأدعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام ست من شوال بعد ابتداء رمضان ولا يشرط فيها التتابع. ثم صام تسعة أيام من ذي الحجة، أيام الحجة شهر الحجة من أشهر الحرم، فالصيام في هذه الأيام فضل كبير وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم صوم يوم عرفة لغير الحاج، الإنسان الذي يكون في مقيما في بلده وغير حاج إلى بيت الله الحرام يسن له أن يصوم شهر عفوا يوم عرفة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. ثم الأيام البيض من كل شهر، ماذا نعني بالأيام البيض؟ سميت بالأيام البيض أن القمر يكون مكتملا فيها، حيث يوم 13 و 14 و 15 من كل شهر من شهور السنة الشهر الهجري. ثم صوم يوم عاشوراء كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه نزل إلى المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال ما هذا اليوم؟ فقال إنه يوم نجى فيه الله عز وجل موسى من الغرق وأغرق فيه فرعون، فقال نحن أولى باليهود من صيام هذا اليوم. فثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيامه، ويستحب أن يصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده. ثم صوم يوم وإفطار يوم،
ومن فضائل صيام التطوع نيل محبة الله سبحانه وتعالى ثم مغفرة الذنوب والخطايا، كما أن الصيام جنة ووقاية كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، ثم دخول الجنة من باب الريان كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يسمى بالريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق هذا الباب. ثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما فقط في سبيل الله بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، والخريف هو العام أو الحول، رواه البخاري. إذا هذا ما يتعلق بصيام التطوع وهو صيام النافلة بخصوص الفرض الذي اقترحنا في مصر الوضعية. إصرار إبراهيم على الصبر ومريض هذا السلوك يجب أن نصحح هذا السلوك الذي قام إبراهيم. إبراهيم يجب عليه أن يفطر وأن يقوم بماذا؟ أن يقوم بالقضاء ما أفطره. ثم الصوم في حالة المرض يمكن أن نقول بأن لا يجب على الإنسان أن يصوم في حالة المرض لأن الله عز وجل رخص له الإفطار ثم القضاء. وجود الإفطار في حالة المرض نعم يجب علينا أن نفطر في حالة المرض لأن الله عز وجل رخص للمريض الإفطار رحمة به وتخفيفا عليه. إذا بخصوص أسئلة الإعداد للدرس المقبل إن شاء الله، درس المقبل لمدخل القسط حق غير حقوق الأخوة الإيمانية، المطلوب منكم أن تقوموا بكتابة نص الانطلاق لدرس حق غير حقوق الأخوة الإيمانية، ثم باستخراج مضمون النص القرآني من سورة الحجرات من آية 10 إلى آية 12 وتعريف ما معنى الأخوة الإيمانية. ستقومون بتعريف الأخوة الإيمانية وما هي أسس هذه الأخوة الإيمانية. إذا نكون بهذا قد أنهينا حصتنا هذه على أمل اللقاء بكم في حصة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.